أعلامنا في مسألة شرطية طهارة المولد في مرجع التقليد على قولين. القول الأول: البناء على عدم اشتراط طهارة المولد في مرجع التقليد. وينقسم علماؤنا إلى فريقين في هذا القول. الفريق الأول الذي ينص ويصرح بعدم شرطية طهارة المولد في مرجع التقليد، راجع على سبيل المثال العلامة الشيخ محمد مهدي شمس الدين قدس الله تربته الطاهرة، فإنه ينص على عدم الشرطية. راجع على سبيل المثال المرجع الديني الكبير السيد تقي القمي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه مباني منهاج الصالحين وفي كتابه الدلائل، فإنه ينص بعدم وجود دليل يستند إليه في إثبات شرطية طهارة المولد في مرجع التقليد. راجع على سبيل المثال المرجع الديني الكبير السيد مرتضى الفيروز آبادي رحمه الله في كتابه عناية الأصول، فإنه يذكر ذلك أيضا ويقرر عدم وجود دليل معتمد يمكن الاستناد إليه في إثبات شرطية طهارة المولد في مرجع التقليد. وعندنا الفريق الثاني الذي مالك كثيرا وتوقف زين في مسألة اشتراط الطهارة، منهم المحقق الفذ الإصفهاني أعلى الله في الخلد مقامه، الشيخ محمد حسين كنباني أستاذ السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، فإنه أيضا قرر نفس المعنى: لا يوجد عندنا دليل يمكن الاستناد إليه في إثبات شرطية الطهارة في مرجع التقليد، ومع ذلك قال للاحتياط أو ما مضمونه مجال أو التوقف مجال. إذن ده الرأي الأول، البناء على عدم شرطية الطهارة. وشوف هذا اللي أنا أؤكد جعل كلامي في مطلع البحث، المسألة إذن فيها مجال للأخذ والرد، فيها مجال نعم ولا، إعادة النظر والمناقشة، ده اللي أنا أريد أن أصل إلى. الرأي الثاني لا، البناء على اشتراط طهارة المولد في مرجع التقليد. أرجع إلى تعليقة إلى العروة الوثقى وما عليها من التعليقات، بدءا من السيد اليزدي أعلى الله في الخلد مقامه، مرورا على من علق عليها من أعلام وأعيان الطائفة، ستجدهم متوافقون تقريبا على شرطية الطهارة في مرجع التقليد، طهارة المولد. طبعا ما بين من يفتي وما بين من يحتاط وجوبا، يعني مثلا اللي يرجع منكم إلى السيد المرعشي تعليقته سيجد كلاما، اللي يرجع إلى آخرين أيضا سيجد كلاما أنه مبني إذا وإذا 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 تكون النتيجة كذا، ما لم تصل تكون الأمور بطريقة أخرى.